بهدف حل أزمة نقص المياه في مدينة الظاهرية جنوب الخليل، أطلقت سلطة المياه مشروع إنشاء خط مياه ناقل لبلدية الظاهرية لإيصال المياه إلى كل المناطق وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب كميات إضافية من المياه المزودة للبلدية. هذه تأتي في إطار الجولات الميدانية والتفقدية والاطلاع على أحوال يعني مزودي الخدمات، وخاصة في ظل هذه الأزمة المائية اللي بنعيشها نتيجة سياسة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة بتخفيض كميات المياه. منطقة الجنوب كان لها نصيب كبير في عملية التخفيض، لكن هي طالت جميع المحافظات بشكل عام في الضفة الغربية. أيضا هذه الزيارة بتأتي في إطار أيضا افتتاح مشروع هو خط ناقل مهم جدا بالنسبة للظاهرية، بيخدم أكثر من يعني 30 ألف مواطن في هذه المنطقة. تضمن المشروع إنشاء خط مياه ناقل مغذى وموزع للمياه بطول 3000 متر، تم تمويله من الموازنة التطويرية لسلطة المياه. بتعرف منطقة الجنوب كلها بتعاني من نقص في كمية المياه، وسبب النقص هو أولا قلة كمية المياه الواردة للجنوب، ثاني إشي هو عدم تأهيل الشبكات الموجودة اللي ما بتتحمل كمية المياه اللي بتزيد عن الكمية الواردة. فهذا الخط الناقل راح يحل مشكلة تأهيل الشبكات في المنطقة، وراح يكون مهيئ لزيادة كميات المياه للظاهرية بشكل خاص. يخدم المشروع نحو 32 ألف نسمة في الظاهرية، ويحمل هدفا استراتيجيا بتحسين جودة وموثوقية خدمة المياه وضمان العدالة في توزيعها. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، الخليل.